السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي تلاميذ مستوى السنة الثالثة إعدادي. حصتنا لهذا اليوم سوف تكون مخصصة لإنجاز مجموعة من التمارين تتعلق بمجزوءة الجهاز المناعي. إذن على بركة الله فلنبدأ. الفقرة الأولى كما العادة مخصصة لاسترجاع المعارف. التمرين الأول، أعرف ما يلي: استجابة التهابية مولد مضاد، ثم أجيب بصحيح أم خطأ: الجراثيم كائنات حية تسبب أمراض متنوعة، تتكاثر الفيروسات عن طريق الانقسام، تساهم الاستجابة الالتهابية في تسهيل عملية البلعمة. يتميز مضاد الجسم بنوعيته تجاه مولد مضاد معين. ثم أخيرا، تمكن مضادات الأجسام من إبطال مفعول مولد مضاد. إذن الأجوبة. التعريف: الاستجابة الالتهابية هي عبارة عن رد فعل فوري ومحلي، وتظهر في مكان تسرب الجراثيم. تساعد هذه الاستجابة على انجذاب البلعميات إلى موقع الخمج لتقوم بابتلاع العنصر الأجنبي أو ما يسمى بمولد مضاد. إذن الاستجابة الالتهابية هي عبارة عن رد فعلي وفوري ومحلي، تظهر في مكان تسرب الجراثيم. من بين أعراض الاستجابة الالتهابية لدينا احمرار ثم انتفاخ ثم شعور بالألم. التعريف الثاني: مولد مضاد. المولد المضاد هو كل عنصر أجنبي عن الجسم، سواء كان جرثومة أو بكتيريا أو حمى أو فيروس وما إلى ذلك، الذي عند دخوله إلى الجسم يثير استجابة مناعية. إذن المولد المضاد هو كل عنصر أجنبي عن الجسم يثير استجابة مناعية عند دخوله. ثانيا، أجيب بصحيح أو خطأ: الجراثيم كائنات حية تسبب أمراض متنوعة. إذن جملة صحيحة. تتكاثر الفيروسات عن طريق الانقسام، خطأ. في درس المتعضيات البشرية وطرق تكاثرها قلت لكم أن الفيروسات تحتاج لجسم مستضيف من أجل أن تتكاثر، فهي تهاجم خلايا الجسم، عكس الحيوانات الأولية أو البكتيريات هي التي تتكاثر عن طريق الانقسام. الجملة الثالثة: تساهم الاستجابة الالتهابية في تسهيل عملية البلعامة. صحيح. أعراض الاستجابة الالتهابية كما شرحت لكم في السؤال السابق هي عبارة عن إنذار أو تحسيس للبلعميات، وتسمى كذلك الكريات البيضاء مفصصة النواة، لكي تقوم بعملية البلعام. يتميز مضاد الجسم بنوعيته تجاه مولد مضاد معين. صحيح. كما شرحت لكم في الدرس، مثلا نفترض إصابة شخص بمرض الكزاز. عند دخول هذا المرض إلى داخل جسم الإنسان تبدأ عصيات الكزاز في إفراز ما يسمى بالسمين. السمين هي عبارة عن مادة سامة. الإفراز ديال السمين يحفز الجسم وبالضبط الكريات اللمفاوية بي من أجل إفراز مضادات السام موجهة ضد سمين الكزاز. فمضادات الأجسام الموجهة ضد سمين الكزاز لا يمكنها أن تبطل مفعول مولد مضاد آخر. لذلك نقول أن مضادات الأجسام تتميز بنوعيتها تجاه مولد المضاد الذي تسبب في إنتاجه. ثم الجملة الأخيرة: تمكن مضادات الأجسام من إبطال مفعول مولد مضاد. إذن جملة صحيحة. الفقرة الثانية: التحليل العلمي والبياني. التمرين الثاني: أتحدث عن الظاهرة المبينة في الوثيقة أسفل، وأرتب مراحلها وأصف كل مرحلة بشرح قصير ومبسط. إذن الوثيقة
الوثيقة الأولى هي عبارة عن مراحل لظاهرة تحدث في جسم الإنسان، وهي ظاهرة البلعمة، تسمى كذلك المناعة الطبيعية. إذن الأجوبة: الظاهرة المبينة في الوثيقة هي ظاهرة البلعمة. مراحل البلعمة: المرحلة الأولى مرحلة التشويش، تقوم البلعميات أو الكريات البيضاء مفصصة النواة بتشبيش المولد المضاد بواسطة أرجل كاذبة. المرحلة الثانية هي مرحلة الابتلاع، تقوم البلعميات بابتلاع الجرثومة. المرحلة الثالثة مرحلة الهضم، تهضم البلعميات المولد المضاد بواسطة حويصلات تحتوي على مواد كيميائية. ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة طرح الحطام، حيث تقوم البلعميات بطرح بقايا المولد المضاد. التمرين الثالث: أنجز العالم فون بيهرين سنة 1980 ميلادية التجارب التالية. إذن التجربة التالية: قام بحقن عصيات الديفيتيريا، الديفيتيريا هو عبارة عن مرض ممرض، قام بحقن عصيات الديفيتيريا لفأر، النتيجة موت الفأر إثر إصابته بالديفيتيريا. التجربة الثانية: قام بحقن مصل حيوان شفي سابقا من الديفيتيريا، ثم قام بحقن الفأر بعصيات الديفيتيريا، النتيجة يبقى الفأر سليما. التجربة الثالثة: حقن مصل حيوان لم يسبق له أن أصيب بالديفيتيريا، ثم حقن عصاية الديفيتيريا للفأر، النتيجة موت الفأر إثر إصابته بالديفيتيريا. التجربة الرابعة والأخيرة: حقن مصل حيوان شفي من مرض الديفيتيريا، ثم قام بحقن الفأر مرة أخرى بعصيات الكزاز، النتيجة موت الفأر إثر إصابته بمرض الكزاز. المصل هو عبارة عن سائل يتم الحصول عليه بعد ترشيح الدم المختل. تحليل التجارب: الأسئلة: أقارن بين الظروف التجريبية والنتائج المحصل عليها بالنسبة للتجربة الأولى والثانية، التجربة الثالثة والرابعة، ثم استنتج مميزات الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها من خلال هذه التجارب، ثم أحدد نوع الاستجابة المناعية التي ظهرت عند الفأر الذي شفي من مرض الديفيتيريا. إذن تحليل التجربة: حقن الفأر بعصاية الديفيتيريا أدى لوفاة الفأر، حقن فأر شفي سابقا من مرض الديفيتيريا بنفس العصيات والنتيجة كانت بقاء الفأر على قيد الحياة وعدم إصابته بالمرض، حقن مصل الحيوان لم يسبق له الإصابة بالديفيتيريا للفأر، ثم حقنه بعصاية الديفيتيريا أدى لموت الفأر، حقن مصل الحيوان شفي من الديفيتيريا لفأر ثم حقنه بالعصيات، النتيجة موت الفأر. بالنسبة للرابعة، التجربة الرابعة، تم حقنه بعصيات الكزاز التي تختلف عن عصيات الديفيتيريا، والنتيجة كانت موت الفأر. نوع الاستجابة المناعية: بما أننا نتحدث عن حقن مصل، فإن نوع الاستجابة المناعية هي استجابة مناعية نوعية خلطية تعتمد على إنتاج مضادات السام نوعية موجهة ضد المولد المضاد الذي تسبب في إنتاجها. وكذلك التجربة تشرح لنا ما يسمى بمفهوم الذاكرة المناعية. إذن نهاية حصتنا لهذا اليوم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذه التمارين وقمتم بفهم ومراجعة مفهوم البلعامة ومفهوم الاستجابة المناعية النوعية الخلقية وكذلك مفهوم الذاكرة المناعية. إلى حصص القادمة إن شاء الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.